فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليكم بالصوم فإنه له وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة، أيسرها مؤنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها، فاظفر بذات الدين طربت يداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بارك الله لك ولكم وجمع بينكما بالخير. Я вот помню, что я решил, что мы разорвем.
وصلى الله تعالى على